مساء الخير متابعينا متابعي عين مصر، بنتابع مع حضراتكم الان من تشيع عثمان مينا مسعود بمحافظة المنيا في مسقط رأسه من داخل مركز بلوي قرية بوضة. زي ما انتم شايفين ومتابعين مع حضراتكم احنا بنتابع مع حضراتكم الان من داخل كنيسة العذراء بقرية الروضة بمسقط رأس مينا موسى. زي ما انتم عارفين احداث القصة بعد استدراج مينا موسى للقاهرة بوظيفة وهمية، ثم تم اختطافه وتعذيبه وقتله داخل شقة سكنية بالزاوية الحمراء، ثم يعني بعد ما عذبوه كمان قطعوه لأجزاء ورموه بترعة الإسماعيلية. تم العثور على يعني ساقين وذراع فقط من عثمان مينا مسعود، ولم يتم العثور على باقي الأجزاء. النهارده دفنه من داخل محافظة المنيا في مسقط رأسه بقرية الروضة. يعني مأساة طبعا وصدمة كبيرة لكل محافظة المنيا وقرية الروضة تحديدا. النهارده زي ما انتم شايفين احنا في من تشيع عثمان مينا مسعود، شاب لسه في مقتبل العمر يعني 20-21 سنة تقريبا، بعد ما اتخرج من معهد الفن الصحي بالمنيا قرر ان هو يشتغل ويكافح وبيسعى على لقمة عيشه، لكن للأسف بيقع ضحية نصابين واللي تم يعني استدراجه للقاهرة بحجة هذه الوظيفة الوهمية اللي كان بيسعى ليها ان هو يشتغل هناك، وقالوا له ان في واحد هناك مصاب بالزهايمر هيتم رعايته مقابل يعني تمريض، وهو طبعا كان لسه متخرج من معهد الفن الصحي وكان بيدور على لقمة عيشه، يعني بيدور زي اي شاب بيسعى على لقمة عيشه، ولكن للأسف الشديد يعني تم قتله في الزاوية الحمراء في إحدى الشقق السكنية بالقاهرة. زي ما انتم شايفين اصحاب النهارده يعني كلهم طبعين صور مينا موسى النهارده وماسكين صوره من داخل كنيسه العذراء بقريه الروضه بمركز ملوي جنوب محافظه المنيا. النهارده في الوداع الاخير لمينا موسى اصحابه، يعني زي ما انتم شايفين كلهم ماسكين صور تذكاريه لمينا في اخر وداع. Thank you.
تقدر والله العظيم. يعني شاب في مقتبل عمره لسه 20 21 سنة، لسه خريج جديد، كان لسه بيحتفل بحفل تخرجه قبل قتله يعني بأيام قليلة جدا. كانوا بيحتفل بيه هنا بحفل تخرجه مع أصدقائه ومع أصحابه ويعني زمايله في الشغل. كمان كان بيشتغل في حضانة أطفال، يعني كان معروف بإنسانيته جدا وأخلاقه العالية. كل الناس اللي بتشكر فيه، ملوش عداوات شخصية، ملوش أي عداوات نهائي، مسالم جدا، كل الناس بتحبه، يعني محبة الجميع يمكن باينة في وشوش الناس وزعلهم وصدمتهم الكبيرة على مينا موسى. نزلنا مع حضراتكم الآن من الوداع الأخير لمينا مسعود في مسقط رأسه بقرية الروضة بداخل مركز ملاوي جنوب محافظة المنيا. وبنتابع مع حضراتكم الآن من يعني زي ما انتم شايفين الأهالي كلهم هنا في الوداع الأخير ومن تشييع الجثمان بعد ما طبعا تم العثور على ساقين فقط وذراع من جثمان مينا مسعود. جريمة يعني بشعة في يعني لا تمت الإنسانية بصلة بعد ما تم قتله. كمان تم تقطيع جسده إلى أجزاء وتم رميه يعني قالوا زي ما حسب ما قيل بعض الأجزاء رميت للكلاب وبعض الأجزاء رميت لترعة الإسماعيلية. طبعا بعد البحث الشديد على باقي أجزاء ولم يجدوا إلا ساقين فقط وذراع. شايفين بإكليل الزهور وبالورود وبصور تذكارية، يعني الأهالي هنا وكنيسة العذراء أيضا بيودعوا مينا موسى بإكليل من الزهور وبالصور التذكارية. تمام معانا صور في كل مكان، بنرات معلقة يعني في كل مكان لشهيد مينا موسى بعد قتله. بيتم تشييع النهاردة بسمانة من داخل كنيسة العذراء زي ما انتم شايفين معانا من قرية الروضة بمسقط رأسه. Amen.
من داخل محافظة المنيا، وبتابع معاكم الأحداث لحظة بلحظة.